اخر حاجه قبل ما نروح لحوارنا النهارده، واحنا عندنا ضيف مميز جدا، واحد من اللي هم يعني بنقول عليهم اعمده الانتاج الدرامي في مصر، المنتج السينمائي الكبير جمال العدل. تقف وراءه يعني قصه كبيره في الانتاج الدرامي، له بصمه مميزه جدا. وعايز اقول لحضراتكم بيبقى فارق قوي لما تلاقي المنتج المثقف وعنده رؤيه، يعني مش فقط انه منتج وعنده المكسب هو الاساس، مكسب طبعا مهم، لكن لما بيبقى المنتج مثقف وعنده رؤيه المساله بتختلف. عن مسيرته وعن شهادته وعن رايه في اللي حاصل في الدراما واللي هيحصل في الدراما هيكون يعني بينا حوار ان شاء الله بعد الفاصل. لكن قبل الفاصل انا عايز اشير برضو الى الاجراءات اللي بتعملها وزاره الداخليه لتعقيم اقسام الشرطه، لانه ده جزء فيه زي ما بيقولوا ايه مطعن كده، انه الناس مش مهتمه، وان الناس مستقله، وان الناس سايبه الناس في الاقسام ومش مهتمه بيهم. خلينا نسمع من سياده اللواء ايهاب يوسف عن ما تقوم به وزاره الداخليه واجراءاتها، ويعني ما تريد ان تحققه في تحديدا في الاقسام. السجون شغالين عليه، لكن احنا بنتكلم على اقسام الشرطه. سياده اللواء اهلا بيك يا فندم. مساء الخير دكتور محمد، حياة لحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. يعني اللي بتقوم بيه وزاره الداخليه غير تنفيذها للحظر، لكن في مجهود اخر بقى منشاتها ومؤسساتها بتقوم بتعقيمها عشان برضو الاجراءات الاحترازيه لمواجهه هذا الفيروس اللعين. احنا في المرحله الحاليه لو حضرتك تاذن لي، احنا لازم نوجه التحيه مش بس لوزاره الداخليه، وهنتكلم على وزاره الداخليه، بس لازم نوجه التحيه للشعب المصري كله. الكتائب البيضاء، القوات المسلحه، وزاره الداخليه، المواطن العادي، كل واحد بيحاول يعمل الدور بتاعه عشان مصر تقوم وتبقى في احسن حالاتها في المرحله اللي جايه ان شاء الله. لو هنخصص كلامنا على وزاره الداخليه هتلاقي حضرتك ان الوزاره بتشتغل على كذا محور. فكره مكافحه الجريمه ومكافحه الارهاب بصفه عامه، شعور المواطن بالامن، الاحساس بان الامن استعاد قوته تاني، كل ده حاجات مهمه جدا قدرنا نحققها او قدروا يحققوها بفضل ربنا سبحانه وتعالى. نزود على ده فكره العمل الاجتماعي زي مبادره كلنا واحد، واطلاق الدوره ال 12 منها في ظل التحدي اللي موجود دلوقتي، كان ممكن جدا ارجعها ولكن ما تمش ارجعها وتم تنفيذها. ووزاره الداخليه بتؤكد حرصها على المواطن بصفه عامه، فاجلت عمليات استصدار التراخيص في الفتره الحاليه عشان ما يحصلش تكدسات، والنهارده بتطلق مبادره جديده بعتقد انها بتضحك اي شيء بيتقال عن انتهاك حقوق الانسان للشعب المصري. وهنا هنلاقي ان حرص الداخليه في اطار السياسه العامه للدوله على حياه المواطنين وسلامتهم وسلامه القائمين على العمل في الوحدات الشرطيه خلاهم النهارده يعملوا العمليات التعقيم في كل الاقسام، وزي ما حضرتك اتفضلت بيمتد ده للسجون وكل الاماكن اللي بيتردد عليها المواطنين. الهدف من ده ان احنا نضمن سلامه القائمين على العمل في الجهات الامنيه، وفي نفس الوقت سلامه المترددين. حتى المحجوزين في الاقسام بيهتموا جدا ان هم يكونوا في بيئه صحيه تضمن لهم ان شاء الله ان هم يطلعوا بالسلامه. فهنا حتى المجرم اللي موجود على ذمه قضيه بيتم رعايته عشان هو في الاخر مواطن مصري بالظبط، وهو الحفاظ على حياته ده حقه، وهو يعني بيقضي عقوبه او على ذمه قضيه، لكن هو حقه انه نحافظ على حياته بالظبط، لان هو في الاخر حتى لو كان مجرم وثبت اجرامه هيخش يقضي فتره العقوبه بتاعته في السجن. هدفنا من السجن بتاعه او فتره الحبس بتاعته ان هو يطلع مواطن صالح يعيد العمل تاني في المجتمع بصوره افضل. صحيح. فرعايته في المرحله دي مهم جدا، وانا عايز اشكر حضرتك على المقدمه اللي كنت حضرتك بتتكلم فيها على فكره الشائعات وفكره تناول المواضيع بصوره خاطئه عشان جماعه الاخوان تقدر تاخد مساحه تاني في الشعب المصري. وباكد بحضرتك ان كلنا يعني انا يعني مش من حقي ان انا اتكلم بالنسبه للشعب المصري كله، بس الشعب المصري كله كان موجود في 30/6 في الشارع. صحيح. النهارده فكره ان هم يستعيدوا قدرتهم تاني للتواجد اعتقد انها شبه منعدمه ان شاء الله. صحيح. بشكرك جدا سيادة اللواء ايهاب يوسف في مساله انه الدوله مؤتمنه على مواطنيها حتى لو كانوا مجرمين. فلما بيبقى في القسم شرطه، لما بيبقى في السجن، لما بيبقى في الحجز او في السجن، هي مسؤوله عن حياته. ولذلك الحجه البليده انه طلعوا ناس من السجون لان الناس هتموت من السجون،
انا اعتقد ان الدوله حريصه على حياه الناس بره السجون وجوه السجون. هو مجرم حتى لو كانت جريمته دي ضد الامن القومي للبلد، اهو بيلقى عقابه وبينال جزاء. انا عاوز اوجه رساله في كلمات قصيره جدا للناس. يا جماعه بلاش الناس تتنمر على ضحايا كورونا، الناس اللي بتموت في بعض الاحداث النهارده اللي حصلت في بعض القرى. بعض الاهالي رفضوا انه في مثلا واحد مات او واحده ماتت بكورونا، رفضوا يدفنوه، لدرجه انه في نائبه في البرلمان في احدى المحافظات اشترت 4 عيون مقابر عشان الناس، وقالت انه دول 2 للرجاله و2 للستات عشان يدفنوا فيهم بعيد عن المقابر. دينيا وانسانيا الناس بتتعامل مع اللي بيموت متاثرا بكورونا انه شهيد. وبعدين العلم كويس، يعني لما قلنا انه الراجل بتاع اللي بيموت بكورونا او الست اللي بتموت بكورونا دول بيتم تغسيله ازاي وتكفينه ازاي ودفنه ازاي بشكل علمي، يعني بحيث انه ما يبقاش مصدر للعدوى، فالناس يعني تهدى كده وتؤمن بربنا كده وتعرف حكمته، وبلاش يصل التنمر بينا ان الناس ممكن تبقى واقفه قدام مقابر في بلد او في قريه او بتاع يرفضوا دفن مواطن لانه المواطن ده مات بكورونا. يعني هنا ابعد ما نكون عن الانسانيه وابعد ما نكون عن الرحمه. ومره تانية انا بقول لحضراتكم هناك اجراءات الناس بتتبعها لتجهيز وتكفين الميت قبل دفنه اللي هو بيبقى مات بكورونا، فبلاش تقهروا الناس. يبقى حد مات من عنده بهذا المرض فتقهروا كمان انه مش عارف يدفن موتاه. انا اتمنى ان الناس تستمع الى هذه الرساله. وانا عايز اقول لحضراتكم على حاجه، احنا انقذنا وخلصنا في انسانيتنا مش في حاجه تانية. خلونا نطلع فاصل واعود اليكم بعد الفاصل بضيفي المنتج الكبير المنتج المثقف جمال العدل، وحديث عن الدراما عما كان وعما سيكون.